أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار المعادن النفيسة. ارتفعت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 88.23 دولارا للبرميل الواحد. صعدت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء لكنها قلصت من مكاسبها التي تحققت على مدار أسبوعين، ذلك مع تركيز السوق على أفاق انتعاش الطلب من الصين. التفاؤل بأن التحول السريع نحو إعادة تشغيل اقتصادها قد يعزز الاستهلاك اليومي للنفط. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.50% عند 1937 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع ضعف الدولار في ظل توقعات بإبطاء الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية. على صعيد العملات الرقمية فقد صعدت عملة البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتغلق قرب مستوى 23,000 دولارا. ارتفعت البيتكوين دون باقي العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء متجهة نحو تسجيل مكاسب شهرية كبيرة.